اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين، ومن المتقين، ومع الصادقين، ومن المؤمنين، ومن الموحدين، وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الحسنى، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة.
اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم،
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين، ومن المتقين، ومع الصادقين، ومن المؤمنين، ومن الموحدين، وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الحسنى، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك
سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين، ومن المتقين، ومع الصادقين، ومن المؤمنين، ومن الموحدين، وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الحسنى، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة،
يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو،
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين ومن المتقين ومع الصادقين ومن المؤمنين ومن الموحدين وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الحسنى اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت
وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين ومن المتقين ومع الصادقين ومن المؤمنين ومن الموحدين وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الحسنى اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك
سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين ومن المتقين ومع الصادقين ومن المؤمنين ومن الموحدين، وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الحسنى، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت،
ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين ومن المتقين ومع الصادقين ومن المؤمنين ومن الموحدين وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الحسنى اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى
وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته،
ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين ومن المتقين ومع الصادقين ومن المؤمنين ومن الموحدين، وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الحسنى، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت.
نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين، ومن المتقين، ومع الصادقين، ومن المؤمنين، ومن الموحدين، وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الحسنى، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا،
اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح،
إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين ومن المتقين ومع الصادقين ومن المؤمنين ومن الموحدين وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الحسنى اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين ومن المتقين ومع الصادقين ومن المؤمنين ومن الموحدين وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الحسنى. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا
وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين ومن المتقين ومع الصادقين ومن المؤمنين ومن الموحدين وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الحسنى اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أنت نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في يومنا هذا من المباركين ومن المتقين ومع الصادقين ومن المؤمنين ومن الموحدين وفي الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الحسنى اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا
اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.